من العتبة أو المدخلة وما يسمى بالعنوان، فسميتها رجيم الصفر، بمعنى أنه الأشياء الثابتة بالحياة اللي هي أنا أطلقت عليها صفر هي ليست لها قيمة، فنرجمها حتى نحولها إلى أن تنطق. حقيقة وقعنا بالعراق، مرينا بظروف مريرة جدا يعني، فكانت عوالم قسم منها مرعبة وقسم عالم. حاولت بهذا المعرض أن أعيد إنتاج هذا الواقع، نحوله من شيء يعني بشع إلى شيء جمالي، سواء في اللون أو البهرجة في اللون أو طريقة الضوء والعرض. وارتأيت أنه يكون المعرض بعمان، رغم مشاركاتنا طبعا بمجموعة من الدول العربية، عمان لأنه هي المحطة الأولى التي احتوت المحنة العراقية، فيعني جزء من رد الجميل لهذا البلد حقيقة يعني. ويعني سلسلة معارض سويت ثلاثة بعمان، هذا المعرض أعتبره خميرة ذيتني يعني الأيام اللي مضت. فجينا بخطاب جديد، هذا الخطاب هو عبارة عن ألوان وبهرجة وإعادة إنتاج الحياة. طبعاً هاي التجربة الدكتور بلاسم محمد أكد على النسق والرتم اللي اشتغل به بالأعمال السابقة، من غنى لوني وغنى بالخط والأشياء الموجودة عنده. وطبعاً العمل المعرض يتناول مفردة الإنسان بشكل عام والغربة والأشياء الموجودة يعني معاناة الإنسانية ككل.